الآن ولا ينتبه كثير من أهل التربية من القائمين على هذا الأمر لمثل هذه القضية الخطيرة. إذن أيها الأفاضل، شبابنا يحتاج بالفعل في ظل هذا الفراغ العقلي، ما تنظر إلى ما يقدم لأولادنا من مواد لتغذية العقل يعني ستبكي دما بدل الدمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ستبكي دما بدل الدمع. أذكر بعض الأمثلة، معلش سامحوني سامحوني، ربما يقرأ الطالب في مرحلة خطيرة جدا، مرحلة المراهقة، مرحلة الثانوية العامة، في مادة كمادة الفلسفة مثلا، أنا أشك إذا أنا دبوس، ده من عندنا، إنما عندهم أنا أشك إذا أنا موجود. فيبني الولد معتقده منذ البداية على فلسفة الشك، والشك ضد الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم تعصف ريح الشك أبدا بقلوبهم. لكنه يريد أن يؤصل في قلب الولد هذه العقيدة الفاسدة من البداية وهو لا يدري. تقرأ مثلا فيما يعرف بالأدب الحر أو النثر الحر أو حتى في كثير من الأبيات الشعرية أو في كثير من القصص التي تقدم الآن لأولادنا في هذا السن الخطير، تقرأ كلمات لا تعزف إلا على وتر الجنس والدعارة وإثارة الشهوات الكامنة وإثارة الغرائز الهجعة. فيقرأ الابن المسكين في هذا السن الخطير مثل هذه الكلمات فتتحرك عنده الغريزة وتتحرك عنده الشهوة، ثم يبحث المسكين عن أي طريق أو عن أي وسيلة للتخلص من هذا الأمر. ما علمت هذه الكلمات عيونهم الدموع؟ وما أورثت هذه الكلمات قلوب أولادنا الخشوع؟ من أين سيحصل خشوع وهو يقرأ مثلا لرمز في الأمة، وأنا لا أحب أن أسمي وأن أذكر الأسماء، لرمز من الرموز يقول للقرآن أن يحدثنا عن أسطورة إبراهيم وإسماعيل، فلسنا ملزمين بتصديق هذه الأسطورة. إلى هذا الحد. ثم يقول أعطوني قلما أحمر لأصحح لكم به أخطاء القرآن. هذا يغذي عقول أولادنا؟ أو آخر يقول لا أختار الله ولا أختار الشيطان، كلاهما جدار يغلق لي عيني، فهل أختار جدارا بجدار أو أستبدل جدارا بجدار؟ لولا أن ناقل الكفر ليس بكافر ما تجرأت على نقل هذه الكلمات. لكن القرآن الكريم نقل لنا أقوال أهل الكفر ولازالت الآيات تتلى. ألم تقرأ معي قول الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ألم تقرأ معي قول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. ألم تقرأ قول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الآية. ألم تقرأ إلى هذه الآيات؟ الشاهد فقط أنا أقول أولادنا في فراغ عقل قاتل مدمر جدا، والفراغ العقلي حياته دمار وآخرتها بوار، بدليل تصايح أهل النار كما قال العزيز الغفار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا خلي بال حضرتك، وقالوا لو كنا نسمع أو أيوة أو نعقل فين العقول؟
أين العقول؟ أين عقل من يقول هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجسماني على دين برهمي سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. أين العقول؟ أين عقل من تقول إن الإسلام ظلم المرأة؟ ليه؟ لأنه لم يسوي بين الرجل والمرأة في الميراث. ثم قالت حتى التوحيد قد ظلمها. ليه؟ قالت كلمة التوحيد لا إله إلا هو، ولماذا لم تكن لا إله إلا هي؟ هذه عقول؟ هذه عقول؟ فأنا بسأل بقول ما الذي يقدم لتغذية عقول أولادنا؟ هذا يلزم الوالدة أن على الأقل أن يبحث أو أن يسأل يا ولدي ماذا تقرأ؟ ولمن تقرأ؟ دي قضية خطيرة. لمن تقرأ؟ لمن تسمع؟ إن الأمر دين فانظروا ممن تأخذون دينكم. لمن تسلم بصرك الآن؟ ولمن تسلم سمعك وقلبك الآن ليغذي عقلك الآن؟ الآن هناك طرح تراه الآن يغذي عقلك بما يسعدك في دينك ودنياك ودنياك وأخراك. احرص على هذا، وفي نفس اللحظة تستطيع بضغطة واحدة على الجهاز الذي تمسكه بين يديك أن تنتقل إلى منهج آخر وإلى طرح آخر يغذي عقلك تغذية خبيثة خطيرة ربما تفتنك في دينك ودنياك. هذا موجود وذاك موجود، فراغ خطير جدا، الفراغ العقلي. يلزم الآباء أن يهتموا بهذا المنهج. حدثني أبي كذلك الفراغ النفسي. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ونفس وما سواها فلام فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والناس صنفان، صنف يقود نفسه إلى الخيرات والطاعات، وصنف تقوده نفسه إلى الشهوات والشبهات. خلي بالك. يبقى الوالد فين؟ أين الوالد؟ مشغول الوظيفة والشغل. أنا أقدر والله العظيم لا أعيب عليك، بل أقبل يدك أيها الشريف. يا من تبحث عن عمل وتخرج منه لتبحث عن عمل آخر، لتطعم أولادك الحلال الطيب، لتوفر لهم قيمة الدروس الخصوصية. وما أدراك ما الدروس الخصوصية؟ نعم أنا أحييك وأقبل رأسك ويدك، لكنني اسمح لي أن أقول أنا عاتب عليك. فأنا لا أقول التربية هي أن تجلس كل يوم مع أولادك على مائدة المحاضرات في البيت لتسمعهم. كلا كلا، بل التربية والد الحبيب وأخي العزيز أن تكون قدوة في بيتك لأولادك.